السلام عليكم، اهلا بكم مطبخ كرم. النهارده هنعمل مع بعض الرز بالكركم او الرز الاصفر البسماتي بطريقه جميله وسهله وبسيطه. اول حاجه طبعا هتجيبي كوبايتين من الرز البسماتي او اي رز انت بتفضليه، وبعدين هتجيبي كركم وهتجيبي بهارات اللي المفضل عندك. انا حطيت جرام مسله اللي هي البهارات الهنديه، طعمها وريحتها جميله جدا، يا ريت تجربوها. بعد كده هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الكاسروله وتحطيها على النار او الحله، وبعدين هتجيبي الكركم معلقه منه ومعلقه من تحطيها على الزيت بعد ما هو سخن كده شويه او سخن شويه، وبعدين هتجيبي معلقه برضو صغيره من الجرام مسله او البهارات اللي انت بتحطيها، او مش لازم تحطي اي نوع بهارات. هتقلبي البهارات مع الكركم في الزيت شوية علشان تديها طعم زي تحميصة كده شوية، وتديها فليفر قوي، يعني ريحة حلوة كده. بعد كده هتجيبي الرز بعد ما نقعته نص ساعة وتغسليه كويس وتصفيه، وتحطيه على الزيت والكركم والبهارات، وتقلبي الرز كويس جدا على النار لمدة كده 3 دقايق 4 دقايق، لحد كده ما يتحمص شويه صغيرين علشان ما يبقاش ناشف. يعني بعد ما تحمصي الرز كويس، هتجيبي بقى الميه في البراد تكوني او في الحله تكوني غاليه ميه سخنه. بعد ما تضيفي تحطي الميه السخنه على الرز اللي احنا عملناه في الزيت، تقلبيه تقليبه كويسه كده محترمه وجميله، وبعدين تحطي معلقه الملح حسب المذاق عندك، بتحبي ملح كتير بتحبي ملح شويه، حسب الرغبه. يعني هيتقلب الرز، وبعدين لما يجي يتشرب الميه بتاعته هنغطيه لحد ما ما يستوي كده، ويبقى هياخد 10 دقايق هيستوي، هيبقى جميل جدا وفلافي بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي في الشوكه. شايفين الرزه، رزتها الحبايه طويله جميلة جدا، وطعمه كان حلو في البهارات. ده بقى ممكن تزوقيه حوالين ديك رومي، فخده، ضاني، لحمه، كباب، اي حاجه، منجي، فراخ بقى عاملها في الفرن، اي طريقه انت بتحبيها تقدمي بيها. بصراحه كان طعمه جميل جدا وفلافي كده، ويعني كان تجربة يعني تستحق اللي انا كنت اشارككم بيها، وتشوفوا بقى ايه جمال الرز ده. مش محتاجة بقى تروحي مطاعم بقى وكده، طبعا هو لونه اصفر غامق شوية عشان عليه البهارات. لو انت شلتي البهارات، معلقة البهارات دي، هيكون لونه اصفر بس كده، هيكون لونه كناري كده حلو قوي، وهيبقى شكله برضو رائع برضو ولذيذ جدا. انا اكلناه مع فراخ كده تندر كده حلوه شويه كده معاه، كان طعمها جميل جدا. بس انا قلت لك دي انا حبيت اشارككم الوصفه، ممكن انتي تحاولي بقى حوالين ديك رومي، فخده، كباب، بالراحه براحتك، يعني الطريقه اللي انتي عايزاها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب لقناتي، وبقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وبشكر كل اللي بيدعمني وكل اللي بيشترك معايا في قناتي، قناة مطبخ كارمن. بشكركم جدا وأقول لكم مع السلامة. مطبخ كارمن.